دخلنا في الجد الار جي تي المستوى الثالث. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم، احنا دخلنا دلوقتي في الجد عشان المستوى الثالث من مستويات الار جي تي. هنبدأ اول حاجة بسلالم الار جي تي للمستوى الثالث. تخيل يعني ان شاء الله هيبقى المستوى ده من اسهل المستويات، لان انت لو تابعتنا من اول ما بدأنا هتلاقي ان احنا فعلا شرحنا الحاجات ديت، بس دلوقتي احنا واخدينها في نطاق الكورس. اول حاجة هناخدها الباترن الاولانية بتاعت سلم المجير، باترن سلم المجير. الباترن ديت بتتحرك فيها على الست اوتار بالاصابع الاربعة بتاعتي، ببدأ بالصباع الثاني على الوتر السادس، وده هيبقى بالصباع الثاني على الوتر السادس، ده هيبقى الروت او جذر السلم او اسم السلم او اسم المقام. السلم هو المقام. فهنبدأ باننا بنحط الصباع الثاني على الوتر السادس، الصباع الرابع على الوتر السادس، يبقى في نوتين على الوتر السادس، الوتر الخامس من نفس الوضع، يبقى الصباع الاولاني على الخانه نمره 2، دستان نمره 2، فريت نمره 2، وبعدين على طول جنبه 3 4، يبقى 2 4 1 2 افوت 3 4، بعدين الوتر الرابع 1 3 4، ده كده اول اوكتاف. يبقى ادي اول اوكتاف، هبدا الاوكتاف الثاني. تاني نوته فيه عباره عن النغمه، الوتر الثالث الخانه الثانيه او الدستان الثاني 3 4، يبقى انا عندي الوتر الرابع والوتر الثالث نفس الحركه 1 3 4 1 3 4، وبعدين اجي عند الوتر الثاني ابقى 2 على الخانه الثالثه، 4 على الخانه الخامسه، وبعدين 1 على الوتر الاولاني 2، وبعد كده كملت الاوكتاف الثاني. ادي اوكتاف وادي الثاني، اوكتافين. مطالب ان انا اعمل الوضع دوت في المستوى الثالث على كل السلالم اللي بتبدأ عندي من نوتة الفا اللي هي أول نوتة لغاية نوتة المي نمرة 12. ده أنا كده هبقى بالبوزيشن دوت عملت كل السلالم اللي ممكن تتعمل في الدنيا. بتدرب عليه ازاي؟ ببتدي أتحرك على المسطرة سلم سلم، فده سلم فا دييز وأطلع سول، استعمل الباترن ديت في ان انا اسخن الربع ساعه اللي انا بسخنها قبل ما اتمرن عشان ايدي تاخد على مسطره الجيتار، فطبعا لازم اعمل السلالم ديت. طب ناس سالتني برضو على اليوتيوب بتقول لي اتمرن كام ساعه على تمرينات الاصابع او التمرينات فك الاصابع ديت؟ انت هتتمرن على السلالم ديت ربع ساعه تلت ساعه في اليوم، تقدر اكتر من كده طبعا انت حر، ولكن على الاقل يعني القليل ينفع. فما هناخد احنا بقيه السلالم بقيه الباترنز بتاعه المستوى الثالث، هيبقى قدامك فرصه غنيه جدا انك انت كل يوم تاخد باترن منهم وتبتدي تتحرك تعملها كتمرينات. بعد كده هنقول كمان تمرينات هتطلع من التمرينات دي، بس شويه كده ناخد بس اول حلقه دلوقتي، ناخد الباترنز وهنعمل حلقه تانية عن السلالم ديت ازاي استعملها في تدريبات. تاني باترن هاخدها في المستوى الثالث، ودي برضه هعملها من اول نغمه الفا لغايه نغمه المي 12 دستان على الجيتار، ده هعمل بيهم كل سلالم. خلي بالك بعد كده في فا وهكرر تاني نفس الحكايه، فانا بعد الخانه ال 12 انا بكرر بالظبط اللي انا عملته هنا، واخد بالك؟ فطبعا الخانه قلنا لما هعمل الفا اللي هنا دي مش هتنفع طبعا، فالفا دي هعملها من ال ويمكن كمان حتى يعني الفا ديز برضو هبدا هنا من السول يعني. فالفا بدل الفا الاولانيه دي هعملها الفا الاوكتاف او الفا ديز الاوكتاف، عشان طبعا سهوله الموضوع مش هيبقى سهل انك انت تقدر تعملهم بالباترن ديت من الوضع ده. ايه الباترن بتاعتي؟ تخيل ان انا واقف عند الله او الخانه نمره 5،
عندي على الجيتار بالصباع الرابع على الوتر السادس، فدي الخانة الخامسة هتديني لا. انا هعمل السلم دوت، انا اللي انا بعمله دلوقتي هيبقى سلم لا ميجر بنتاتونيك. الصباع الرابع على الوتر الله الخانة الخامسة، بعد كده الصباع الأول على الوتر الخامس نغمة السي، بعد كده أفوت صباع ويبقى الخانة الرابعة على نفس الوتر الخامس، وبعدين أنزل على الوتر الرابع واحد تلاتة، وبعدين الوتر التالت واحد تلاتة، الوتر التاني واحد أربعة واحد أربعة. ده كده نزلت لغاية اللا بتاعت الوتر الأولاني، فأنا كده عملت أوكتافين من سلم لا ميجر بنتاتونيك. 1 2 3 4 5 5 ده في الخمسة اللي هو الأوكتاف، أدي لا برضه هتمرن عليه بنفس الطريقة. وهكذا لغاية ما اخلص السلالم على المسطرة. تالت سلم هاخده وهطبقه برضه من الفا لحد المي على الوتر السادس، فانا هتحرك على كل المسطرة بكل اوضاع هذا السلم. السلم بقى احنا عملنا لا ميجر بنتاتونيك، انا هعمل بقى لا ماينر بنتاتونيك. لا ماينر بنتاتونيك، تخيل الباترن اللي انت بدأتها هنا بالصباع الرابع على الوتر السادس، انا هبدأ بالوتر السادس ده في نفس الخانة بس بالصباع الاولاني وهعمل نفس الباترن، فيبقى بدل ما هبدأها من هنا هبدأها قبلها بالصباع الاول، واحد اربعة واحد أربعة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد أربعة واحد. لو لاحظتوا، لو أنا بدأت بالصباع الرابع زي الباترن اللي قبل كده هبقى واقف على الدو، فسلم اللا ماينر بنتاتونيك هو هو سلم السي ميجر بنتاتونيك، ولكن بدء من النغمة اللا اللي هي السلم الماينر اللي هو ليه علاقة بالسلم الدوماجير. احنا هناخد بعد كده في حلقة جاية في الهارموني هناخد فيها علاقة السلم الماينر بالميجر، ولكن دلوقتي لو انا اتحركت من الصباع الاول، احنا قلنا الصباع الاول على الله هنا حطيته، لو انا حطيت الصباع الرابع هبقى سلم السي ميجر بنتاتونيك، سي ميجر بنفس الباترن احنا عملناها المرة اللي فاتت، احفظها كده زي ما هي، فواحد أربعة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد أربعة، وهقف عند الله بالصباع نمرة واحد لأن دوت سلم ماينر A ماينر بنتاتونيك. تالت سلم أو باترن للسلم اللي هنعمله الجديد اللي هنعمله النهاردة هو سلم لا بلوز. لا بلوز، طيب لا بلوز اللي هو ايه؟ هو تقريبا اللا الماينر البنتاتونيك، بعمله واحد اربعة بدل ما واحد تلاتة على الوتر الخامس بيبقى واحد اتنين تلاتة، عامل زي كده الباترنز بتاعت الافلام بتاع جيمس بوند، فيها اثارة، واحد أربعة واحد اتنين تلاتة واحد تلاتة واحد تلاتة أربعة. يبقى أنا عندي في كل الأحوال ديت عندي مي بيمول تاني، واحد أربعة واحد اتنين تلاتة واحد أربعة واحد تلاتة أربعة، وبعدين الوتر الاول والتاني زي ما هما، واحد اربعة واقف عند الله لان هو سلم ماينر، هو سلم ماينر
اللا ماينر بنتاتونيك، بس بضيف عليه المي بيمول. سلم هناخده في المستوى الثالث من المقررين علينا. برضو خلي بالك كل السلالم اللي عملناها قبل كده هنعملها من نغمة الفا في اول المسطرة لحتى نغمة المي، ولو نغمة الفا والفا دييز كانت صعبة علينا شوية والاف شارب كانت صعبة علينا، هنعمل الاف والاف شارب من الخانة 13 و14 على المسطرة. اخر سلم هنعمله النهاردة هيبقى الله الماينر، لا الماينر العادي، الماينر ناتشرال، بيسموه ماينر ناتشرال، ما زودش فيه اي خانه ولا زود اي شارب ولا اي ولا نقص اي حاجه خالص. فهو بيبدا، احنا بدانا السلم الميجر من سي ميجر هنا، لا انا هبدا باللا كاني واقف على اللا ماينر بنتاتونيك. بس هعمله ازاي بقى؟ واحد ثلاثه اربعه، واحد ثلاثه اربعه، واحد ثلاثة، وانزل على الوتر الثالث خانة واحد قبلها، فهتبقى على الخانة نمرة اربعة، وبعدين اتنين اربعة، وانزل بالواحد على الوتر الثاني اتنين اربعة، وبعدين واحد ثلاثة اربعة. خلي بالك لما باجي هنا واحد واحد ببدأ على الوتر السادس بالصباع الأولاني على الخانة نمرة خمسة واحد، وبعدين على السي تلاتة والدو أربعة، وبعدين على الوتر الخامس واحد تحتها على طول تلاتة أربعة، وبعدين على الوتر الرابع واحد وتلاتة بس واحد تلاتة. فأنا كده عملت أكتاف كامل. طيب اعمل الاكتاف التاني ازاي؟ بمد ايدي واعمل واحد على الدستان الرابع، فانا بحرك من هنا تلاتة انزل واحد على الدستان الرابع، وهو هو نفس الواحد احركه يبقى دو من السي للدو، بعدين تلاتة على نفس الوتر وانزل واحد برضو، هي بدل واحد هنا هتبقى واحد تحتها على المي، والفا جنبها على طول اتنين اربعة، وقف عند الله. فبقى كده الله ناتشرال ماينر، ما فيهوش اي تعديلات على الله الطبيعيه بتاعته. هو كاني عملت سلم الدو ماجير بس بداته من الله، من الله لله. فدي النغمه السادسه على سلم الدو ماجير، وهي النغمه السادسه دايما من اي سلم هي المينير بتاعه. يعني السول ماجير السادسه بتاعته المي، يبقى المي مينير هي السلم اللي ليه علاقه بالسول ماجير. يعني هو السلم بتاع اخوه الصغير، يعني تخيل كده الميجر والماينر كل واحد ميجر ليه اخ صغير ماينر بيشترك معاه في علامات التحويل. في سلم الدو ماجير، سلم الدو ماجير ما فيهوش اي علامات تحويل، لا فيه شاربس ولا فيه فلاتس. فعشان السلم الدو ماجير ما فيهوش شاربس ولا فلاتس، اللامينير هو النمره 6 الدرجه السادسه من السلم، ما فيهوش اي علامات تحويل، برضو بيسموه اللا ماينر ناتشرال، لان في انواع كتيره من الماينر. فاحنا هنتكلم بس دلوقتي على الناتشرال ماينر. ناتشرال ماينر ما عملتش فيه اي علامات تحويل، هو اخدته من النغمه السادسه من السلم الماجير. فانا كاني بلعب سلم دو ماجير بس بلعبه من النغمه السادسه اللي هي لا. كده يبقى احنا خلصنا السلالم المقررة علينا في المستوى الثالث. ما تنساش السلالم مش هتعملها من الله بس ولا هتعملها من الصول بس، انت هتعمل السلالم من اول الفا، اول دستان عندك على الجيتار، لحد الدستان نمرة 12 المي. وزي ما قلنا الفا والاف شارب، الاف والاف شارب هيبقى صعب تعملهم من هنا، ابقى اعملهم من نمرة 13 ونمرة 14 في الباترنز اللي احنا اتعلمناها. واشوفكم الحلقة الجاية.